ربنا قال في القرآن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الزكاة هي النماء. الزكاة بتعمل لك حاجتين مهمين جدا، الطهارة. بتطهر إيه الزكاة؟ بتطهر المعطي، كمان بتطهر الفقير، كذلك بتطهر المال. نطلع الزكاة فين؟ برضو في سورة التوبة علمنا الزكاة ليها 8 مصارف. جمعية الأرمان بقى بتضمن لك إن الزكاة تروح لمصارفها زي ما ربنا علمنا في القرآن، زكاتك مع جمعية الأرمان. اتصل على 19 4 55 يصلك مندوبنا لحد باب البيت.